أنصونة يعني. في مشرفين في البسة يا شيخ صح؟ أي نعم في مشرفين في البسة، لأن في تجاوز على أم المؤمنين. طيب موجود. انتبه مشرفين، الله يبارك فيهم. حي الله شيخنا الشيخ خالد، وحي الله الله حبيب. رحب طيب يا بالشيخ شيخ خالد أبو الآن صابي وبدأنا شوفك التسجيل، تفضل يا شيخ. يا سفاح، الآن أنت تريد أن تناقش في المسائل المختلفة بين السنة والشيعة، أم تريد أن تتكلم عن المسائل المختلفة حتى بين الشيعة أنفسهم؟ لا، هو في بادئ الآن طرح عليه سؤالين وأنا أجبته، فلا إيه أنا أنا طرحت سؤالي في اسمعني كثير من المواصفات. أنا سؤالي واضح الآن، هل تريد أن تتكلم عن المسائل المختلفة فيها بين السنة والشيعة أم حتى بين الشيعة أنفسهم؟ لأن مسألة الصورة فيها خلاف حتى بين الشيعة أنفسهم، هشام بن سالم وهشام الحكم عندكم يثبتون الصورة لله. لا يثبتونها، أي هذه جميل، مسائل لحظة لحظة، خلاف بينكم لا أنتم لا لا لحظة يعني. لحظة، لحظة. جميل، إذا هل تريد أن أثبت لك من كتبكم على أن هشام بن سالم وهشام الحكم يثبتون الصورة لله؟ جميل، هن 6 روايات عن هشام، السيد الخوئي كلهم ضعفهم بالمعجم، بس انا راح اتنازل لا لا لا، وقبلها وراح اشرح لكم. الخوئي يضعف، وسنعطيك أن الأخبارية كلهم يصححون بناء على مباني الكليني كلها صحيحة. طيب جميل، انت الان تلتزم بمباني المتساهلين عندك، يعني تلتزم بان لا وقفك لحظة لحظة لحظة، الاصلي اهدأ صح اهدأ الخبر. اهدأ اهدأ الآن انا حاضر. الآن، أنت رجل اخترت قول الخوئي لأنك أنت بحثت عنها. جميل، الآن أجاوبك. تفضل. أنا قلت لك يعني أنه من باب المبنى الأصولي إن لا تصح ستتهن، ولكن أنا من باب التنزل بحكم أنا مو أصولي متشدد، أنا راح أناقشك بكل الروايات وأثبت لك أنه هشام آنفا كان بكري وبعد ذلك تشيع وكان يقول لا بالصورة. لا إذا الإمام سأله تابع عن هذه الأقوال وتراجع عنها. أنت اعطيني انه تابع المسألة للتفضيلات. يلا في تفسير القم المجلد الأول صفحة 20، عندما سأل الإمام فقال له أنه هشام، أو ما الخلاف بينكم وبين أصحاب هشام؟ انا اريد الان انه تاب، هات تفضل. هي مو قلت لك في تفسير القمي في المجلد الأول صفحة 20، عندما سألوا الإمام وقالوا له نحن قلنا بالصورة، قال هشام بنفي الصورة. إذن هو تراجع عن قوله، قال ايش؟ قال هشام بنفي الصورة، لا يعني نفي الصورة عن الله تعالى. قال هشام بايش؟ بنفي من هو اي الصورة هشامين هذا؟ هشام ابن الحكم. لا انا ما قلت هشام بن الحكم يقول بالجسم، هشام بن سالم يقول بالصوره، اعطيني هشام بن سالم يقول بنفس الصوره، لا تخلط بين الهشامين. انت الان طرحت قول هشام بن الحكم، انا اجبت. هشام بن الحكم يقول بالجسم، هشام بن سالم يقول بالصوره، تفضل. يلا هات قول هشام بن سالم بالصورة. أنت الآن تدعي أنه تاب، يلا هات أنه تاب، هشام بن سالم. قلت لك أنه هشام بن الحكم. هشام بن الحكم، هشام بن الحكم يقول بالجسم. ما كان بكري وقال بالجسم وتاب، شاهدنا الآن. أعطني أن هشام بن سالم تاب من الصورة، يلا تفضل. وين الدليل أنه هشام بن سالم أصلاً قال بالصورة أولاً؟ إيه هذه، تفضل، تريدها؟ أم أعطيك. أيوه جميل. طيب. يقول في كتاب الكافي الكليني، قال كتبت الى ابي الحسن اساله عما قال هشام بن الحكم في الجسم وهشام بن سالم في الصوره، ركز معي الى التفريق، فكتب دع عنك حيره الحيران واستعذ بالله من الشيطان، ليس القول ما قال الهشامان. طيب كنت تقرا التعليق المجلسي في مراه العقول؟ لا، الان انت مطالب الان انه تاب. يلا هو هي الرواية في مراة العقول في المجلد. أنا أريد أنه تاب من الصورة، تفضل. ممكن أقرأ شيء؟ طيب يلا، أنا أريد أنه تاب من الصورة، يلا. يلا هاي مراة العقول المجلد الثاني صفحة 3، قال الحديث الخامس مرفوع، ولا ريب في جلالة قدر الهشامين وبراءتهما. أنا أريد أنه تاب، هو ما أريد أن المجلس يقول لا ريب ولا ريب ولا شك. الحديث أريد أصلاً مو صحيح. أنه تاب. هو وين قال حتى تاب؟ هو الحديث أصلاً الرواية قرأتها لك الآن. هي مو قرأت لك تاب أي في الحديث. اللي بعده الآن، الآن أنت كونك تضعف هذه الطائفة، الآن قلنا لك مسألة التصحيح والتضعيف شيء آخر لا تستطيعها أنت. الآن أنت ادعيت أنه تاب، اعطيني أنه تاب. مو أتيتك بتوبة هشام بن لا لا هشام بن الحكم، لا تخلط بين الهشامين. هشام بن سالم ما ثبت عنه هذا هشام بن سالم قال في الصورة، هشام بن سالم في الصورة. أنا أتحداك أن تعطيني رواية تقول أنه تاب من الصورة، يلا. طيب شيخ، هو الحديث ما ضعيف، ضعيف عندنا حديث صحيح. لا دعك من التضعيف والتصحيح، أنت ادعيت أنه تاب، يلا. إيه ادعيت أنه هشام تاب وأتيتك بالدليل بعد شيء. لا لا، أنا قلت لك لا تخلط بين الهشامين، هشام بن الحكم يقول بالجسم، طيب. هشام بن سالم يقول بالصورة، دعك المغالطة. هو الآن وين هشام بن سالم قال بالصورة؟
هي الرواية اللي قرأتها لك. مو قلنا لك ضعيفة، مو قرأت لك تعليق. لا لا، ما هو برأيك أنت تضعف، من تقول؟ والمجلس ضعاف، مو رأيي. ما ومن أنت؟ من المجلسي بجانب الكليني؟ واحدة واحدة، يعني الآن من المجلسي؟ أنت من علماءك حتى يضعفون حديث إنه ربك له وزن؟ إذا ربك له وزن، من لا لا، دعم، أنت حتى تأدب 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 إي والله بيعلى قال تأدب شيخنا، بيعلى تأدب قال إن تأدب الله له تأدب تأدب الآن. أنا سأسألك سؤال، أنا أسألك سؤال الآن، أنا الآن أسألك سؤال، لو وافقتك الآن بنفي الجسم ونفي الصورة، أنا مسلم مؤمن؟ أنت الآن إذا وافقتني بنفي الصورة؟ اي، انا الان لو قلت لك ما في صوره ما في جسم، واتفقت انا معك في عقيده التوحيد كامله، واعطيتك توقيع على ورقه بيضاء انني موافق لك على كل ما تعتقده في عقيدتك بالله، هل اكون مؤمنا؟ لازم تلتزم بلوازمها، يعني نفي الجسم. ايوه، الان لو قلت لك المعتزله يوافقونكم في العقيده ولا يخالفونكم من حيث الاسماء والصفات؟ لا لا يوافقوننا من حيث الاسماء والصفات، حتى من حيث الاسماء هم يقولون انها محدثه، نحن نقول ازليه، يعني ازليه لا لا لا، الصفات عندكم ازليه؟ ازليه المعنى حادثه الالفاظ، هم يقولون بان الصفات الفعليه، الان الصفات الفعليه عندكم قديمه؟ لا، الصفات الفعليه راجعه الى الذاتيه، تجب بوجود الفعل. ولا المعتزله ماذا يقولون عن صفه العلم مثلا؟ يقولون انها متجدده بتجدد الازمان والاطوال. المعتزله يقولون ان العلم هو عين الذات ولا هو متجدد؟ لا لا، يقولون بأنه عين، هم يقولون بأنه عين الذات، ولكن هو متجدد، يعني هو غير قديم، ليس لحظة لحظة، كيف لحظة لحظة لحظة، المعتزلة يقولون العلم عين الذات وهو متجدد، يعني ذات الله متجددة؟ اي، عند المعتزلة ذات الله متجددة. لحظة لحظة لحظة، وين وين رايح انت؟ شفت شيء؟ المعتزلة يقولون ان العلم هو عين الذات لكنه متجدد؟ اي نعم، هم هذا قولهم، يعني قال لحظة لحظة لحظة، هل يقولون أن ذات الله متجددة؟ المعتزلة نعم يقولون ذات الله متجددة. أنا أتحداك من اليوم إلى يوم الدين أن يقول أن المعتزلة يقول ذات الله متجددة، انتهى الحوار، هات يلا. ذكره ابن أبي الحديد، بل ذكره، اعطيني نصا يقول أن المعتزلة قالوا على أن ذات الله متجددة. يلا، المعتزلي ولا السلفي؟ لا لا، خليك، أنت نسبت إلى المعتزلة قولا لم يقولوا. لا، شنو قول المعتزلة بالصفات؟ أنت الآن نسبت، دعك، إيش أنت قلت أن المعتزلة يقولون أن ذات الله متجددة، يلا. إيه، لأن لازم قولهم هذا، هم يقولون، اعطيني النص الذي قلته. إيه، هم يقولون بأن الصفات أزلية وهي عين الذات. أنت قلت لك يقولون العلم عين الذات، قلت نعم، وذات الله عندهم متجددة، يلا. إيه، هذا لازم قولهم، لأنهم يقولون بأن، أنت قلت أنهم يقولون أن ذات الله متجددة، يلا. إيه، لازم قولهم أن ذات الله متجددة. هم يقولون العلم عين الذات؟ هم يقولون بأن العلم عين الذات وأن ذات الله متجددة؟ لازم قولهم أن الذات متجددة، كما أنه لازم قولكم هو الجسمية، ولكن صريح القول معهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يا حبيبي لا تعرف عقيدتك، لا تعرف عقيدة السنة. الآن المعتزلة لو وافقوكم في، أنا الآن لو وافقتك في كل الصفات، الآن هل أكون مؤمنا؟ هي مو قلت لك آنفا أنه أنت إذا وافقتني بالصفات على وفق ذلك ستوافقني بعصمة النبي، ولا تقول بأن، لا لا لا، لحظة لحظة، أنا مسألة العقيدة والتوحيد، لو وافقته هل أكون مؤمنا أم يشترط للإيمان شيء آخر؟ قطعا لابد بالإيمان بالتوحيد وبجميع الجزئيات كالنبوة. أيوة، ما هو ونفي الجسمية التي أنتم أثبتتموها. لو قلت لك لو وافقتك في هذه المسألة، إيه، والإيمان بعصمة النبي عصمة مطلقة، الإيمان بإمامة الأئمة الاثنى عشر. أيوة، الآن الآن تمام جميل، لا يكون مؤمنا إلا إذا آمن بعصمة النبي عصمة مطلقة. قطعا نعم. جميل، اكتب عندك يا شيخ، يا شيخ مصطفى، لا يكون الشخص مؤمنا إلا إذا آمن بعصمة النبي عصمة مطلقة، تتراجع ولا مصر على هذا؟ لا، إلا إذا آمن بالثمرة دون، لا لحظة لحظة لحظة، لا يكون الشخص مؤمنا إلا إذا آمن بعصمة النبي عصمة مطلقة. إي، إلا إذا آمن بالثمرة دون اللفظ، يعني إذا ما أثبت اللفظ. أنا أسألك الآن، لا يكون الشخص مؤمنا إلا إذا آمن بعصمة النبي عصمة مطلقة. ماذا أقول لك؟ إذا آمن بالثمرة دون اللفظ. جاوبني حتى يكتب عنده، جاوبني. والله جاوبتك، أقول لك إذا آمن. إي، تتراجع ولا مصر عليها؟ لا لا، عند قولي أنا، ولكن إذا آمن بالثمرة. أيوه، الصدوق، الصدوق مؤمن ولا غير مؤمن؟ أعطاني صدوق مؤمن، أثبت العصمة المطلقة. يا هو يثبت السهو، هل من أثبت السهو للنبي يكون آمن بعصمة النبي عصمة مطلقة؟ ما أثبت السهو، أثبت الإسهاء. إيش؟ أثبت الإسهاء، ما أثبت السهو.
الإسهاء بعده يكون سهوا ولا ما يكون سهوا؟ لا الإسهاء هو من الله تعالى ليس من الشيطان، بعد ما يسيه الله ماذا يكون؟ يكون إسهاء من الله تعالى. إيه لما يسيه الله يكون سها ولا لا؟ سها من الله ليس من الشيطان. إيه لأنه سها بأمر الله. يعني هذا ما يضرب بالأسماء المطلقة. وين هذا؟ الآن أثبتنا له أنه سها من الله تعالى. نعم ضيف. إيه من الله أثبتنا أن الله يسيه صح؟ يعني بمباني الصدوق أنا ما أعتقد بالسهو أصلا. إيه أنا أتكلم عن الصدوق الآن، هو أثبت السهو للنبي صح؟ أثبت السهو من الله للنبي. نعم جميل. بغض النظر هو سهى ولا ما سهى؟ يعني النبي صلى الله عليه؟ إيه الآن الصدوق لما يثبت أن الله يسهي النبي بعد إسهاء الله للنبي يكون سهى ولا ما سهى؟ سهى من الله تعالى النبي باعتقاد الصدوق. إيه من الله الآن ثبت له السهو ولا ما ثبت له؟ إيه من الله. أقول لك إيه الآن الذي يثبت أنه يسهو يكون معصوم اسمه مطلقة؟ نعم لأن الصدوق في كتابه الاعتقادات. يا رجل يا رجل تعقل الآن النبي بعد إسهاء الله له سهى ولا ما سهى؟ طيب أنا راح أقرأ لك قول الصدوق في الاعتقادات الآن في ركز معي يا رجل. الآن بعد إسهاء الله له يكون سهى ولا ما سهى؟ طيب ممكن 10 ثواني أقرأ القول؟ ممكن؟ اقرأ القول تفضل. طيب الاعتقادات في المجلد الأول صفحة 96 قال اعتقادنا. لا اقرأ لي كلام الصدوق في كتاب من لا يحضر الفقيه. هو الآن أنا راح أقرأ بس لا في كتاب من لا يحضر الفقيه اقرأه من هنا 10 ثواني ممكن أتكلم 10 ثواني. لا اقرأ لي كلامه من كتاب من لا يحضر الفقيه. أقرأ كلامه من لا يحضره بس إهدار جواب. اتفضل. قال اعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمة والملائكة صلوات الله عليهم إنهم معصومون مطهرون من كل دنس وإنهم لا يذنبون ذنبا لا صغيرا ولا كبيرا ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ومن نفى عنهم بالعصمة في شيء من أحوالهم فقد جهلهم. فالصدوق يعني يقول عليكم مع احترامي لك ان انتم جاهل، يعني شنو تريد من كلام الصدوق؟ الصدوق ما يوافقك اصلا. اقرا لي كلامه من كتاب من لا يحضر الفقيه تفضل. انت دا تستشهد بي، انت اقرا الكلام ان شاء الله. يعني لا انت الان تقول انه لا، انت قلت تريد تقرا كلامه. يلا تفضل. هي انا مو قرات لك كلام انه هو يثبت الاسماء للانبياء ويقول من اين كلامه في السهو؟ تفضل عن السهو. انت اقرا، انت مو تريد تستشهد بي غير انت. انت الان قلت ستقرا من كتاب الاعتقادات انه لا يقول بالسهو. اين كلام كلام الصدوق في السهو؟ كذب. أنت قلت لي بأنه الصدوق ما أثبت العصمة، قلت لك إنه أثبت العصمة في كتابه الاعتقادات وقرأت لك كلام. العصمة المطلقة الآن هل يكون معصوم عصمة مطلقة من يسهو؟ أنا حشرح هاي النقطة. الآن السؤال هل يكون معصوم عصمة مطلقة من يسهو؟ جميل، أنا راح أجاوبك عن هذه المسألة. أنت جاوبني على السؤال، هل يكون معصوم عصمة مطلقة من يسهو؟ بس 10 ثواني أعطيني مجال أجاوب. لا اسمه مطلقة من يسهو. والله فهمت. طيب فهمت السؤال. ما جاوبت. فهمت لكن ما جاوب. هل يكون معصوم اسمه مطلقة من يسهو؟ طيب كرر بقى مرة ثانية السؤال. هل يكون معصوما اسمه مطلقة من يسهو منه السهو؟ 10 ثواني فقط ممكن تسكت حتى جاوبك؟ طيب. لا 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 جاوبني أنا ما. 10 ثواني يعني ما تتحمل تسكت؟ لا تجيك. تفضل. طيب. الصدوق رحمه الله تعالى هو لا يرى بأن الأسمة أو السهو من الله ينبغي. ما هو راضي جاوب على السؤال هل يكون معصوم عصمة مطلقة من يحصل منه السهو؟ طيب 10 ثواني تتحمل تسكت حتى تسمع الجواب شيخنا؟ يا ابني جاوب على السؤال هل يكون معصوم عصمة مطلقة قلت من يسهو؟ جميل، قلت لي هل يكون معصوم عصمة مطلقة إذا يسهو؟ ممكن أجاوبك الآن 10 ثواني تتحمل تسكت؟ إيه تفضل. طيب السهو من الله عند الصدوق لا يضر بالعصمة المطلقة، عند غيره يضر بالعصمة. أنا قلت جاوب على سؤالي هل يكون معصوم عصمة مطلقة من يسهو؟ أخي جاوبتك، الصدوق عنده لا تضر السهو. ما جاوبت يا رجل هل يكون معصوم عصمة مطلقة من يسهو؟ طيب قلت لك بأنه عند الصدوق السهو لا يضر بالعصمة المطلقة عنده. أنا جاوبني على السؤال هل يكون معصوم عصمة مطلقة من يسهو؟ عند من؟ عند الصدوق أم عند غيره؟ أنا جاوبني وبعدين نجيك الصدوق، هل يكون معصوم عصمة مطلقة من يسهو؟ هي عند من؟ عند الصدوق ولا عند غيره؟ جاوبني هل يكون معصوم عصمة مطلقة من يسهو؟ عند الصدوق ما يكون معصوم. هل يكون معصوم عصمة مطلقة من يسهو؟ طيب انت الان كررت السؤال 100 مرة ممكن اجاوبك. عند الصدوق لانه ما في جواب. هل يكون معصوم عصمة مطلقة من يسهو؟ عند الصدوق الذي يسهو يكون معصوم عصمة مطلقة، عند غيره لا. انتهت المسألة. ايوه الان انت في اعتقادك الان من يسهو هل يكون معصوم عصمة مطلقة؟ أخونا فقط أعمل الكلم عندك صوت دا يتكرر. أنت في عقيدتك من يسهو يكون معصوم عصمة مطلقة؟
أنا عندي لا أثبت السهو، أنا عندي الصدوق أنا هو من أسألك سهى عن الذي لا عقيدتك يسهو. أنت، من يسهو يكون معصوم عصمة مطلقة؟ إذا كان السهو من الله ولا من الشيطان؟ إيه أثبت لي وبعدين يجيك تفصيلك الآن. هل من يسهو يكون معصوم عصمة مطلقة؟ إذا كان من الشيطان لا، إذا كان من الله نعم. إذا كان من الله يكون لا نعم إذا كان من معصوم الله عصمة قلت مطلقة، لابد. إذا كان من الشيطان؟ لا أيوه. إذا كان من الشيطان إذا نعم، هل إذا كان تثبت من الله هل تثبت أن النبي يسوع؟ أنا لا أثبت السهو، أنا تركي الأولى أصلا ما أثبت لماذا المعصية أنت إذا كان من الله. تنكر وهو من الله؟ لأنه ما ثبت عندي بدليل معتبر ممكن فأنا كلمة أنكره شيخ؟ بكل بساطة. لا، أنت كيف تنكر بدليل إنكارك أنت؟ دليل إنكار قول الإمام مؤيدون بروح القدس فلا نسهو ولا ننسى. هذا الكلام، زين، هذا الكلام يا شيخنا منطبق على جميع الأنبياء يعني؟ سفاح هذا، دليلي أنا سفاح لا أنا بالنسبة فقط لأهل البيت، يعني. بس دعني أتم مع الشيخ. الأنبياء ممكن طيب يسهون أنا أو سأقرأ لك، يسهون. أنا سأقرأ لك كلام الصدوق في واحد عنده صدى. يمكن عنده الشيخ يا عم. عنده صدى، الشيخ عنده صدى، تفضل اقرأ دراسة. قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: إن الغلاة والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون لو جاز أن يسهو عليه السلام في الصلاة لا جاز أن يسهو في التبليغ. الآن هل الله أسهى النبي في الصلاة؟ تفضل. ممكن تكمل بعد هذا الكلام خمس أنا كلمات فقط؟ بعدين على فقرة فقرة. الله هو الذي أسهى النبي في الصلاة؟ أنا ما أعتقد بالسهو لا في الصلاة ولا في غيرها، على الصدوق هو مباني الذي الصدوق يقول بالسهو. النبي، الله هو الذي أسهى النبي في الصلاة؟ نعم على مباني الصدوق، لأنك لو أكملت خمس كلمات راح تعرف أنه هذا من الله جميل. مو من الشيطان. أنا ويقولون لو جاز أن يسهو في الصلاة لا جاز أن يسهو في التبليغ، لأن الصلاة عليه فريضة كما أن التبليغ عليه فريضة، وهذا لا يلزمنا. وذلك لأن جميع الأحوال المشتركة يقع على النبي عليه الصلاة والسلام فيها ما يقع على غيره. الآن اشرح لي العبارة. يلا. كمل كمل خمس كلمات لا لا أقول لا، الصدوق ما يقع على غيره. الآن قل لي ما يقع على غيره. هل سهو الناس في الصلاة الآن من الله ولا من الشيطان؟ أنت حتى سهو النبي عندك من الشيطان ترى للمعلومة. دعك مني أنا الآن، أنا أسألك الآن على مباني الصدوق، سهو غير النبي في الصلاة من الله ولا من الشيطان؟ على مباني الصدوق هو ما إيه؟ تكلم أصلا عن سهو، هو يقول لو قال جاز، أي لحظة لحظة لحظة، يقول قال وهذا لا يلزمنا، وذلك لأن جميع الأحوال المشتركة يقع على النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما يقع على غيره. يلا تفضل. ايه اكمل يقول وليس سهوه كسهونا لان سهوه من الله وسهونا من الشيطان. الان يجوز عليه ما يجوز على غيره؟ ما هو الذي جوزه على النبي ما يجوز على غيره؟ ما هو؟ من السهو من الله تعالى جوزه على النبي. الان هو يقول لان جميع الاحوال المشتركه يقع على النبي فيها ما يقع على غيره. ما هو الذي يقع عليه ما يقع على غيره؟ ما تحب تكلم انا راح اكمله. اخوان لا لا لا، هذه عبارة اشرحها لي، اشرحها لي بعدين. انا هشرح بس دقيقة، هشرحها من كلام الصديق. تفضل. في من لا يحضره الفقيه، المجلد الاول صفحة 360. قال طبعا الشيخ ما يحب يكمل، انا حكمل. قال وليس سهوه او سهو النبي صلى الله عليه بعدين واله. الان بلحظة لحظة، الان جاوبنا على النقطة الأولى بعدين يجيك الكلام الثاني. غير نخلي الصدوق يشرح القول هو. الان هذه العبارة الأولى الذي قال، قال يجري فيه على ما يجري على غيره، يقع عليه ما يقع على غيره، ما هو ما ماذا يقصد؟ الآن أنا أشرح كلام الصدوق ولا تريد أجيب لك شرح الصدوق لكلامي؟ الآن قل لي ماذا يقصد بهذه العبارة الأولى؟ هو الآن أنا راح أقرأ لك كلامه حتى تفهم شنو قاعد يقصد، ممكن تخليه هو تناقض الصدوق، يعني يقول أنه يجري عليه ما يجري على غيره ثم يقول هو ليس كغيره؟ الآن ممكن 10 ثواني أقرأ كلامه حتى تسمع يا الجواب أخي. 10 ثواني هذه ما تجيب فيها شيء نتيجة، خذ لك ساعة 10 ساعات. ما اريد 10 ساعات، اريد 10 ثواني اقرا كلام الصدوق في المساله. لا انا اشرح لي العباره هذه الاولى بعدين تعال الثانيه. ليش ما تريد تشرح العباره الاولى؟ هي حجيب لك قول الصدوق في شرحها يا رجل. هذه العباره الاولى ليش انت ما تريد تشرحها؟ لان انا مو الصدوق، هو الصدوق راح يشرح عبارته. يا خلاص خلاص، اذا توكل على الله، توكل على الله، روح. ليش بدك تجيب قول الصدوق؟ روح روح، فلا توكل على الله، توكل على الله. مو مشكله الشيخ مشتبه يسلم عليه. اياكم انزاك الله. قل هو في نبي، في رسول ليس بنبي، سلم عليه وقل له يطلع لنا هذا من كلام الشيعه، نحن تحديناه الى يوم الدين. مجتبى الذي ياتي باقوال ليست في كتب الشيعه يقول في رسول ليس بنبي، يلا يطلعها من حاشيه الكتاب.
اي صحيح، هل هناك رسول غير نبي؟ وهذا والذي قال، ما نسمع كلامك دكتور مصطفى، ما نسمع كلامك. اي نعم استاذ والذي قال انه في، لما قلنا له الحديث اخطا الراوي، قال هل النبي اخطا؟ نعم هل قال النبي ان الراوي اخطا؟ قل له يعني الان، هل النبي قال ان الراوي، رواه الاحاديث عندكم ضعاف ومجهولين؟ يعني واحد يقول يحتاج دليل ان النبي قال ان الراوي البخاري اخطا؟ هذا واحد تعلم في مدرسه يعرف هذا الف باء من العلم؟ لما قلنا له روايه البدء في البخاري اخطا في الراوي، قال اعطني دليل ان النبي قال ان الراوي البخاري اخطا. الله يا شيخ، يعني طفل صغير ما يقول هذا الكلام. سبحان الله، من جعله مناظرا ومحاورا، سبحان الله. وهذا اللي كان معك إيه؟ شيخنا قبل قليل يتكلم عن ان يكون ان السهو اذا مع الله يمشي، انما لو من الشيطان لا ما يكونش معصوم. طب عندما يقول فتى موسى ما انسانيه الا الشيطان، نسب النسيان الى الشيطان ومع ذلك هو معصوم، عنده عصمه مطلقه، ليش؟ الله المستعان، احسنت. احسن الله اليك، جزاك الله خير. معنا شيء ثاني؟ يعني شيء غريب. تفضل. عندك سؤال يا شيخنا؟ معك حسان شيعي. عندنا سؤال. نعم تفضل. هل آية الابتلاء لا ينال عهد الظالمين تدل على العصمة ولا لا؟ هذا السؤال لنا ما يقارب شهر نسأله ما وجدنا جواب. تفضل يا حسان. قرب من المايك أهلا وعلي وسهلا. صوتك شوية، علي صوتك وقرب من السماعات شوية. تفضل. ألو، كيف الحال؟ تسمعني؟ تفضل نسمع. نسمعك جيدا، تفضل. أنا أطرح سؤال. في سؤال لا، طرحه نحن الشيخ. عندنا سؤال، تفضل. أنا على طول يعني دائما أشارك طرح عليه سؤال، طب فحبيت عندك إنه إجابة ضفنا بدل المظلوميات دي، عندك إجابة لسؤال الشيخ أو لا؟ وشن سؤالك؟ هل آية الابتلاء تدل على العصمة ولا لا؟ الابتلاء أي لا ينال عهد الظالمين. لا ينال على الظالمين. الكلام تلزمني بحسب اعتقادك السني أم بأقوال الأئمة؟ أنا أسأل، ما قد ألزمت ولا تكلمت ولا نطقت بكلمة. أنا ما زلت مجرد سؤال، أطرح سؤال. ماشي، بمجرد أن أدخل في الجوار لا يحق لك أن تلزمني بما قاله ما يسمى العلماء، لأنهم عندي لا ليسوا حجة، بل أقوال. أنت شيعي ولا ما أنت شيعي؟ طبعا شيعي الحمد لله. شيعي 12؟ لا، هذه الاثني عشر هاي تسمية أنتم أتيتم بها، أنتم مع بعض أسماء سميتموها. أي شيعي رتب كم إذا؟ ماكو شيعي 12، أنا من في فترة. طيب شيعي 24، شيعي 25، 30، أربعيني، ليش تقول؟ بدون استهزاء، لأن جوابي ولساني لا أدعي جدا، فإحنا الآن في شيعة سبعية وهم الإسماعيلية، في شيعة ثلاثية وهم الزيدية، في شيعة 12، أنت إيش يسميك؟ في شيعة 24؟ أنا شيعي لرسول الله وأهل بيته فقط. إيه، لكن أنت كم عدد الأئمة عندك؟ أنا مؤمن بال14 المعصومين فقط عليهم السلام. إيه بمعنى 12؟ لا، 14 معصوم فقط. إيه 14 معصوم، منهم؟ طبعا سيدهم السيد الأخبر صلى الله عليه وآله، وأمير المؤمنين، وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، والسبطين، والتسعة المعصومين، وبقية التسعة عليهم. إيه 12؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقوال أهل البيت عليهم السلام هي فقط ما تلزمني، لا تأتيني بقول الصدوق وقول النجاشي وقول إيه. أنا ما أعطيتك لا قول الصدوق ولا النجاشي، أنا ما زلت أسأل وأقول لك أنت تبع من؟ ما قد أعطيتك شيء. ولا أنا تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوه الآن تمام، الآن أعطني، هل آية الابتلاء هذه تدل على العصمة ولا لا؟ المفروض احنا القرآن عندنا لا يفتره الا المعصوم. اي تمام. أهل البيت عليهم السلام وماذا قالوا فيه؟ الآن قد رجعت ولا ما رجعت؟
صراحة ما شفت التسهيلات، تقدر تسألني غير سؤال يسألني أخوان، لأنه هذا صوته لا بعيد، ما ادري ايش لا يقول، ايش بحث يقول. ما انا مش عارف، انا من بدري أنا بقول له لازم صوتك ضعيف أبحث. جدا صوته بعيد، صوته بعيد، ما هو واضح. يا حسن. حسان ثواني ثواني، صوتك مش مسموع اصلا. نعم آسف، ثواني ثواني ثواني. صوته بعيد. نعم.